صحيح. هاي كرة قدم. زين، خل اسألك وانا يعني واثق ان انت ما راح تجاوبني، بس ما يخالف. انا راح اسأل راح تقوله بابا. والله شنو؟ إذا توقعت السؤال ثقة خليك تقدم برنامج كورة 3 حلقات على التوالي. لا لا بالك، وأنا أبغى عليك هناك أقعد بالتوالي. بالك ببالك. تذكر أنت؟ والله العظيم قد أوقف. وين؟ أوقف أوقف أوقف. دقيقة. جمهورنا حبايبي وأعزائي، كابتن جليل إذا توقع السؤال أريد أسأله الكابتن حيدر محمد، والله يقدم برنامج كورة 3 حلقات على التوالي، وأنا باوع عليه من التوالي. زين، شلون أعرف أني؟ هذا السؤال كاتبه بالقلم الجاف. إخوان، ورا ما يسأل كابتن جليل أكشف السؤال، يعني هسه بس أفر الورقة يشوفها. فين الورقة؟ بس قلبها وخليها يمي. يلا. وين وصل اتفاقك ويا القوات الجوية؟ جاوب وأنا أقول له صح لو غلط. وين وصلت؟ مراحل متقدمة؟ لا لا كل يوم. والله مو هذا السؤال. السؤال يقول ما هي قصة إبعاد اللاعب علي فائز من الطلبة؟ والله أني شو؟ ما راح يجاوب. لا لا اسمعني اسمعني. الله الله شاهد. أني بعيد على نادي الطلبة خلاص. يعني طلعت قلت لهم بعد ما أدخل بعد ما أدخل. ما صار عندك فضول وأنت موقعه؟ إيه. وعلي عليك. ما صار عندك فوق تسأل شنو تعالوا شنو سر الإبعاد؟ المن ويا من أحكي؟ أنا قلت لك بعي صرت أنا من يوم طلعت من الطلبة وأنا طلعت. لأن أنا لأن إحنا أنا سنتين لا يعرف كابتن جلي أنا سنتين والله لا يعرف أنا سنتين اللي بيها أفتخر يعني وقدام العالم أحكي سنتين اللي بيها الطلبة أول سنة كان ينافس على الهبوط من جيت معاني من كم مشيت معاني الآخر لعب إحنا ثاني.